عليكم، كل سنة طيبين. انا بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، هحاول ان شاء الله انزل فيديو كل اسبوع ويمكن اقل من اسبوع على حسب ما اقدر ان شاء الله، واللي حابب ان انا اعمل له طريقة اي حاجة يبعت لي وانا ان شاء الله هعملها له. النهاردة دي خلطة المحشي وطريقة لف ورق العنب، سهلة جدا وطريقة ما فيهاش اي افتكاسات وحلوة جدا، جربوها وجديدة، يا رب تعجبكم. واي حد يجربها وتعجبه يبعت لي ويقول لي ايه رايه فيها. بس اهم حاجه في ورق العنب ان احنا ما نسويهوش كتير، يعني يا دوب مده الرز. نبتدي بقى طريقتنا. اول حاجه احنا بنحمر بصلايه، انا دي كنت محمراها قبلها بشويه بمعلقه سمنه فمسكت كده، هنسيبها تفك شويه، ولما تفك هنزل عليها معلقه ثوم مفروم، معلقة صغيرة، وهقلبها معاها لحد ما اشم ريحة الثوم، ما استناش ان الثوم ياخد لون. اول ما الثوم اشم ريحته معايا ابدأ انزل عليه كزبرة، كزبرة ناشفة. الكزبرة بتستحمل حرارة شوية فهنزلها اول، وهنزل معاها ورقتين لورا ومكعب مرقة. لو عندك شوربة هتستخدميها، هنستغنى عن مكعب المرق ده عشان في ناس مش بتحبه. بعد ما خلاص شمينا ريحة التوم والكزبرة هنزل بقية البهارات، ما نسيبهاش على النار كتير لان ملهاش روح البهارات عموما، بالذات عشانها مطحونة. هننزل بمعلقتين كبار صلصة وهنقلب كويس، بس ما نطولش عشان ما تتحرقش طبعا. بعد ما قلبناها ودخلت في المكونات دي هننزل طماطم معصورة عادية، طبعا عشان عندي في الفريزر فهنسيبها لحد ما تفك في السخونية بتاعة الحلة. هننزل طبعا الطماطم دلوقتي، تمام كده. هنقلبها بقى ونسيبها لحد ما تدوب، واول ما تدوب هننزل مية مغلية. طبعا لو في شوربة هنشيل المرقة قلنا، وهننزل مية الشوربة دلوقتي. ده رز مغسول ومتنشف طبعا كويس، هننزله ناخده تقليبتين في الصوص ده. لو حسينا ان هي محتاجة مية هنحط، بس هي هنا مش محتاجة. طبعا نظبط الملح ونخلي بالنا لان المرقة بيبقى فيها ملح، فنظبط الملح وهنحط ليمونة بس في الاخر طبعا. وبعدين لما الرز شرب المية شوية هنقلبه كده وننزل بالخضرة. الخضرة طبعا يا جماعة بننزلها اخر حاجة علشان ما تسودش، ارجوك يا جماعة ما تنزلوهاش في الاول، بتسود وبشكلها مش حلو خالص. هننزلها ونطفي على طول، هندوبها بس كده في الرز. ودي معلقة ثوم نعناع، اسفة، نعناع مفروم هننزله عليها، بتدي طعم حلو قوي، مش بيبان في الاكل بس طعمها حلو جدا. بننزل طبعا اي حاجة نحطها في الحلة عشان ما تلزقش. ورق العنب بتلف على الوش الخشن مش الناعم، وما نكترش الرز عشان لما بنكتره الورقة بتتفتح مننا. هنسويها كده نديها الشكل اللي هي هتفضل عليه، يعني شكلها احنا بنظبطه من البداية. هنعملها رفيعة كده ونلفها ونحاول نسويها كويس، كل ما بتبقى ارفع كل ما بتبقى احلى، تمام بالشكل ده. وهنجرب واحدة كمان، الرز يبقى قليل ونفرده كويس ونسويه بالشكل ده ونقفل من الجناب، تمام كده. لما نخلص بقى الحلة كلها طبعا هنطلعها النار، هنفرم نص مرق الدجاج مكعب، وطبعا هنحط شوية ملح بس برضو نظبط الملح، وهننزل المية المغلية. نحط طبق علشان المية المغلية هتفك الورق، فاحنا بننزل طبق وننزل مية عليه عمرها ما تفك. طبعا ده بعد ما استوى نوطي عليه النار، هنحط له طبعا 3-4 معالق زيت كده مقدوحين، والكرنب بنفس الفكرة. لما تبرد بقى الورق العنب يبرد شوية هنقلبه